أطلقت القوى الثورية دعوة لإحياء ذكرى شهداء الخميس الدامي الأربعة، وهم محمود أحمد مكي وعلي منصور خضير وعلي أحمد عبد الله المؤمن وثلاثتهم من سترة، والرابع الشهيد عيسى عبد الحسن من سكنة كرزكان. الشهداء سقطوا على يد قوات النظام المدعومة بعناصر الجيش فجر 17 من فبراير شباط من عام 2011 في دوار اللؤلؤة. عمت مسيرات الشموع التأبينية مختلف المناطق البحرانية تخليدا لذكرى الشهداء، وردد المتظاهرون شعارات المطالبة بإسقاط النظام والقصاص لدماء الشهداء تأكيدا على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب وتقرير المصير. من جهتها عمدت قوات النظام إلى قمع التظاهرات التأبينية للشهداء في عشرات البلدات بالرصاص الانشطاري وقنابل الغازات الخانقة، ومن بين تلك البلدات النويدرات والعكر وجزيرة سترة التي خرجت فيها مسيرة موحدة شارك فيها الآلاف، إضافة إلى سلماباد وعالي والجفير وسماهيج والديه والسنابس والدراز وبني جمرة وبلدات أخرى. وقد شهدت بلدة الدير حصارا استمر لعدة ساعات بعد منتصف الليل، قامت خلاله قوات النظام بمداهمة العديد من المنازل وتحطيم أبوابها وتخريب محتوياتها.